Today we're going to talk about a very important topic, which we call the intestines. Whenever you hear the word intestine, you're either talking about the small intestine or the large intestine. So I'm going to start talking about the small intestine, then we will be back to talk about the large intestine briefly. First of all, there are three main concepts that you have to keep in mind whenever you hear the word intestine or small intestine. الأول إشي إنه هي عبارة عن the longest part of the small intestine. إذا بنتذكر لما حكينا عن the most dilated part of the intestine, sorry, of the elementary canal, كنا نحكي إنها the stomach. هذا the small intestine هي عبارة عن the longest part. برضو الثاني concept that we have to keep in mind إنه في عندنا three parts اللي هي duodenum اللي بتبدأ من the pylorus اللي هي the thickening of the stomach وبتنتهي عند the duodenum flexure, صح؟ وبرضو في عنا الجيجنم هذا which is located in the upper left quadrant وهنا lower right quadrant بيكون في عنا الإيليوم. إذا ديدنم جيجنم إيليوم كيف نتذكرها إنه دي جي ديدنم and جيجنم وبآخر شيء بيجي عنا الإيليوم. الثالث فكرة أو ثالث concept that we have to keep in mind إنه هي عبارة عن المين سايت اللي بيصير فيه food digestion and food absorption. كيف نتذكر هذه البوينت إنه طلع هنا كيف الديدنم is connected to the pancreas والgallbladder. زي ما بنعرف إنه pancreas مثلاً بتعطينا amylase enzyme, بتعطينا lipase, بتعطينا trypsinogen, which is يعني بعدين تتحول converted to trypsin بالديدنم. هدول الانزيمز والبرضو البايكربونات اللي بتعطينا اياهم, هدول الانزيمز بيساعدوا بعمليه الفود دايجستشن والفود ابزوربشن. برضو الجول بلادر بتعطينا اللي هن عن طريق البايل داكت بتوصل لنا البايل سولتس اللي بيساعد بعمليه الامالسيفيكيشن وتحويل الفات دروبلتس لسمولر مولكيولز ذات كان بي ايزلي ابزورب, صح؟ اوكي okay, so this is the main concept. هلا نيجي لما نحكي عنهم كل البارت تبعون الديدنم. أول شيء لازم نحط في بالنا برضو إنه الديدنم is divided into four parts. Okay, ديدنم أول شيء في عنا superior part, بعدين في عنا descending part, بعدين في عنا transverse, بعدين في عنا ascending. هاي 5 سنتيمترز, 8 سنتيمترز, 8 5. Okay, فبطلع عنا total 25 سنتيمتر. كمان انه معلومة عن الديدنم انه الديدنم اول اشي فيه له concavity غير انه C-shaped. الconcavity لقيله انها طالعة to the left and upward, to the left and upward. وبرضه الديدنم بيكون اول 2 centimeters, افرجيكم هاي الصورة يلا come on. هاي انه هون الديدنم اوله بيكون في انه هون intraperitoneal, بيكون مغطى بال lesser omentum or greater omentum, بس باقي الديدنم بيكون retroperitoneum, يعني جزء منه بس مغطى بالperitoneum, تمام؟ اوكي. وحكينا انها بتبدا من البايلوريس وبتنتهي عند الديدنو جينال فلكشر. اوكي, هلا نيجي نحكي عنهم عن الفور مين الفور بارتس اوف ذا ديدنم. اوكي, اول شيء في عندنا الفيرست بارت اللي هو حكينا عنه اللي هو السوبيريور بارت, بيجي عندنا هيو upward من البايلوريس, upward and backward, upward and backward. اوكي, برضو حكينا انها 5 سنتيمترز. نيجي نحكي عن الريليشنز لإله, ايش في تحته؟ head of the pancreas, وبس ال head of the pancreas. ايش في فوقه؟ هلا بفرجيكم اياها بصوره ثانيه اللي هي الاوبنتال فريمن او هي نفسها الايبيبلويك فريمن ونفس الفريمن اوف وينسلو. هاي الصوره. هنا في عنا طبعا ايش هي الفوريمن اوف وينسلو, هي عباره عن انه البيريتونيوم مقسمينه الى تو مين بارت. اول شيء في عنا اللي هو الجريتر ساك اذا بتتذكروا, وبيطلع عنا دايفيرتيكولوم بتروح ورا الستومك اللي هي بنسميها اللسر ساك. الكونكشن بين ذا لارج الجريتر واللسر ساك بيجي عنا اللي هي الاومنتال فوريمن اللي هي فيها ايش عنا حكينا الهيباتيك ارتري والبورتال فين والبايل داكت. اوكي, اذا شوف في فوق الفيرست بارت الاومنتال فوريمن, ايش في تحته؟ هيد اوف البانكرياس, وبس الهيد اوف البانكرياس. في كمان ريليشن انا بدي احكيها مع انه دكتور حكى انه ما مش مطالبه, بس انا بدي احكيها عشان اربطها بالسكند بارت اللي هي ديسندينج. عندنا هون طلعوا كيف رفعنا الليفر, رفعنا هي الرايت لوب اوف ذا ليفر والجول بلادر عشان نشوف ايش, عشان نشوف الفيرست بارت وبرضه الديسندينج بارت اللي هو السكند بارت اللي مخبى تحت الترانسفيرس كولون. فاذا برضه انتيريور لإله في عنا
الجول بلادر والرايت لوب اوف ذا ليفر حكينا سوبيري فينال فريمن اوف وان سلو تحته بيجينا الهيد اوف ذا بانكرياس. اوكي هلا نيجي نحكي عن السكند بارت ويتش از ذا ديسندينج بارت. هاي فينا هاي الصوره. اوكي ذس از ذا سكند بارت اللي هو ديسندينج اللي هي طلعوا كيف انها بتنزل على الرايت descends on the right border of the head of the pancreas. Okay. وفي عنا بالنسبة لل relation to the second part إنه عشان أفهمكم ليه أنا حكيت إنه بدي إنه أشرح الليفر الرايت هدول إنه التنتين the first part the second part بيكون في عنا الجول بلادر the second part بيكون قدام الانتيريا اللي له اللي هو الفندس of the gall bladder والإشي الثاني اللي إمنا عشان نشوفه اللي هو بيجي فوق the right lobe of the liver. Okay. ومش بس هيك كمان السكند بارت برضو مغطى بالترانسفيرس كولون هيو. فاذا انا عشان اقدر اني اشوف السكند بارت لازم اشيل الترانسفيرس كولون وبرضو لازم اشيل شوي من اللفائف اللي هي الكولز اوف ذا سمول انتستين. فاذا السكند بارت ايش في قدامه؟ في عنا اللي هنا هذول اللي هنا رفعناهم الرايت لوب اوف ذا ليفر ان الفاندس اوف ذا بايلوريس سوري اوف ذا جول بلادر وفي عنا third إشي اللي هو third part اللي هو relation اللي هو عنا transverse colon وبيجي عنا coils of the small intestine. okay نيجي نحكي شو في عنا أشياء posterior to the second portion أو second part إنه في عنا هيو right kidney هيو second part هيو right kidney هاي في عنا هنا right ureter واللي هن أشياء that are related to the كدني. اوكي نيجي نحكي عن طيب ايش في ميديال تو ات طلعوا ايش في ميديال هيد اوف ذا بانكرياس وايش كمان في عندنا في عندنا المين بانكرياتيك دكت وفي عندنا الكومن بايل دكت اللي بيرتبطوا مع بعض بيعطونا الامبولا اوف فيتر هلا رح نحكي عنهم بس شوي ان ا سكند هي هذول بيجي عندنا كمان اوكي هاي اذا الميديال هاي الانتيرير حكينا اللي هن الترانسفيرس كولون حكينا ال الكويلز ذا سمول انتستين وحكينا عندك الفندس وفي عندنا الليفر صح وفي عندنا برضه حكينا البوستيرير هنا الرايت يوريتر والرايت كيدني. اوكي نحكي معلومه اخيره بس عن الديسندينج بارت او الاشياء ذات ار ريليتد انه في عندنا هون طلعوا حكينا المين بانكرياتيك دكت اللي هي بتجيب لنا السكريشنز من التيل من البادي وبارت اوف ذا هيد بتيجي هون بترتبط مع ال مع الكومن بايل دكت وبتعطينا إشي اسمه الأمبولا فيتر أو اللي هي نفسها الهيباتو بانكرياتيك أمبولا. هلأ هي جد إنه هاي الأمبولا اللي هي بنسميها هي بروز لو نحنا كيف مثلا الغصن لما الغصن والغصن يرتبطوا مع بعض وبيعطينا أمبولا اللي هي هذا البروز فعليا هي هيك بالواقع اللي هي برضو إذا حكينا اللي هي الهيباتو بانكرياتيك أمبولا ليه سميناها باسم الهيباتو بانكرياتيك ليش إنه الهيباتو لأنها بتجيب السكريشنز اللي كونتهم الليفر تيجي هون عشان هيك سمينا أو بالبانكرياس فهيباتو بانكرياتيك وهي أمبولا فسميناها هيباتو بانكرياتيك أمبولا أو أمبولا فيتر نسبة للعالم اللي اخترعها برضو في عنا طبعا هدول بيفتحوا هدول التنتين الأمبولا من جوا الديدنم بيعطونا إيش اسمه الميجر ديدنال بابيلا هيها ميجر ديدنال بابيلا 2 سنتيمز فوقها بيجينا الماينر ديدنال بابيلا. اوكي هاي الماينر دودينال بابيلا طلع مع ايش مرتبطه مرتبطه مع الاكسسوري بانكرياتيك دكت واللي هي بتجيب السكريشنز مينلي من الهيد اوف ذا بانكرياس. اوكي اذا لحد الان عندنا المين بانكرياتيك دكت ترتبط مع الكومن هيباتيك دكت بتعطينا الامبولا فيتر يلي بتفتح على الميجر دودينال بابيلا 2 سنتيمز فوقها في عندنا الماينر دودينال بابيلا واللي بتجيب لنا السكريشنز من الهيد اوف ذا بانكرياس عن طريق الاكسسوري بانكرياتيك دكت. اوكي بالنسبة للثيرد بارت اوف ذا ديدنم اللي هو حكينا برضو طوله 8 سنتيمتر اللي هو الترانسفيرس شوفوا كيف انه رايح من جهة from the right side to the left side هاي هون to the left side in front of the vertebral column. اوكي اللي هو الثيرد بارت. اوكي الترانسفيرس كولون نيجي نحكي عن الريليشنز ايش في superior to it الهيد اوف ذا بانكرياس شوفي inferior له
عنا اللي هن الكولز اوف ديجنم. طيب ايش في عنا انتيرير له؟ اول شيء في عنا اللي هن السوبيريور ميزنتريك فيسلز، هاي السوبيريور ميزنتريك فين، هاي السوبيريور ميزنتريك ارتري. اما بالنسبه لاخر شيء اخر ريليشنز اللي هن البوستيريور، اذا بنشوف في عنا هون السوس ميجر، طبعا الرايت سوس ميجر، هون في عنا هيها الرايت يوريتر، هاي في عنا هون الفينا كافا، وفي عنا الابدومينال ايورتا. بس بالنسبه للانتيرير ريليشنز غير السوبيريور ميزنتريك ارتريز، في عنا أجيكم إياها على صورة اللي هو بيكون عنا root of mesentery، هاي هون عنا إياها اللي هي transverse colon. كيف الانتيري اللي إلها إذن root of the mesentery اللي هي عبارة عن part of the peritoneum. أوكي، إذن لحد الآن نرجع على الصورة هديك ونرجع نعطي relations لآخر مرة للثيرد بارت اللي هو الترانسفيرس كولون. إذا أنا أول إشي الانتيري اللي إله اللي هو السوبيريور ميزنتريك فيسلز، بعدين بيكون في عنا الروت ميزنتري حكينا، في عنا البوستير اللي إله السوس ميجر، رايت يوريتر، فينا كافا، وفي عنا اللي هو الأبدومينال أيورتا، برضه في عنا السوبيريور اللي إله بيكون في عنا اللي هو الهيد أوف البانكرياس. أوكي، نيجي نحكي عن الفورث بارت اللي هو بنسميه الاسندري بارت. شوفوا كيف انه ascends on the left side or left to the abdominal aorta، بعدين للأبر border of L2، بعدين turns interiorly عشان يرتبط مع الجيجنوم يعطينا الديدنو جيجنو فلكشر. طبعا هاي الديدنو جيجنو فلكشر بتكون مرتبطة مع الديافرام عن طريق ligament بسميها ligament of teres. اوكي، نيجي نحكي عن الريليشنز للفورث بارت اللي هو الاسندي. اول شيء برضه زي ما الثيرد بارت اللي هو الترانسفيرس برضه، فانا الفورث بارت برضه روت اوف ذا ميزنتري، وبيجي عنا اللي هو الكويلز اوف ذا جيجنم، برضه مش مبينين الكويلز اوف ذا جيجنم كانوا بالفورث بارت وبرضه كانوا عنا بالسكند بارت انه انتيريور لهم. بيجي عنا اخر شيء اللي هو البوستيريور ريليشن يلي هو شو اسمه اللفت سواس ميجر. اوكي، اذا بالنسبة للفورث بارت اللي هو الاسندينج، اسند ذا ليفت سايد اوف ذا ابدومين ذا ايورتا، بعدين ذا ابر بوردر اوف L2 بيرتبط مع ديدينو جيجنو فلكشر، بعد بيكون يعني هي مرتبطة بتكون بالدايفرام عن طريق الليجمنت اوف تيرز، بعدين حكينا انه في عنا بيكون مرتبط بوستيريرلي لليفت ساوس ميجر. وبالنسبة للانتيريور بارت في عنا اللي هن هدول اللي هيهم الجيجنوم، الكويلز اوف ذا جيجنوم، وفي عنا كمان اللي هو حكينا فرجتكم اياها بالصوره هذيك الروت اوف ذا ميزنتري. نيجي اذا نحكي عن البلاد سبلاي لهدول للجيجنوم. اول شيء قسمناها لتو بارتس، سوبيريور بارت والانفيريور بارت. ناو ذا سوبيريور بارت اول شيء ايش بيغذيها؟ البنكرياتو ديدينال. هلا بالنسبه للارتري سواء كان سوبيريور بارت او انفيريور بارت، التنتين اسمهم بنكرياتو ديدينال برانش، بس الاولى بنكرياتو ديدينال برانش اوف ذا جاسترو ديدينال ارتري، والثانية ايش بتكون؟ بنكرياتو ديدينال برانش اوف وات اوف ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري. مش حكينا انه في عندنا ثيرد بارت از ريليتد تو ذا سوبيريور ميزنتريك فين سوري ارتري، فنفس الشيء. تمام، اذا نرجع نعيد، بالنسبه للارتري سبلاي السوبيريور بارت بنكرياتو ديدينال برانش اوف ذا جاسترو ديدينال ارتري. تمام، بالنسبه لللور بوردر بيجي بغذينا مين؟ اللي هو البنكرياتو دودينال برانش of the superior mesenteric artery. أما بالنسبة للفين، الفين إيش؟ الفين سبلاي من هون ومن هون، هون برضو بنكرياتو دودينال فين بتروح بتعطي لمين؟ للبورتال سيركيليشن، بورتال فين. أما اللور هون اللي هي بتعطينا بنكرياتو دودينال فين بتروح على هذا الميزنتريك فين. تمام، اذا كلهم السبلاي عم تبدا بكلمه بنكرياتو دودينال، بس الاولى بنكرياتو دودينال برانش من ناحيه الارتري اوف جاسترو دودينال ارتري، بنكرياتو دودينال ارتري اوف ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري، بنكرياتو دودينال فين بتوصل على البورتال فين، بنكرياتو دودينال فين بتوصل على السوبيريور ميزنتريك فين. اوكي، اما بالنسبه للليمف نود، الليمف نود lymphatic drainage، اول شيء في عنا هون السوبيريور برضه والانفيريور. سوبيريور سيليك، طلعوا مش بدايته حرف السي،
مش بدايته بنبدأ بحرف السي فهي السيلياك. inferior خلاص منطقيا أي إشي بالinferior part لازم يكون related لإشي إله دخل بالsuperior mesenteric vessels، فهو عبارة عن superior mesenteric lymph node أو sorry lymph superior mesenteric nodes. تمام، خلينا نرجع نعمل revision على السريع لكل شيء أخذناه عن الديدنم. أول شيء بدأنا حكينا إن الديدنم هي عبارة عن C shape، الconcavity لها بتكون left and upward، حكينا إن إياها الأطوال 5-8-8-5، حكينا برضو إن هاي بتكون upward and backward، حكينا إنه فوقها بيكون في عنا الإبيفلوبيك فريمن ويلي هي هاي، وتحتها بيكون في عنا الهيد اوف ذا بانكرياس، برضو حكينا إنه انتيري لها بيكون في عنا الجول بلادر وبرضو الليفر. بعدين جينا حكينا عن الديسندينج بارت، حكينا انه ميديال تو ات بيكون في عندنا الهيد اوف ذا بانكرياس وبس الهيد اوف ذا بانكرياس، وانه في عندنا برضه اللي هو المين بانكرياتيك دكت والكومن بايل دكت. وحكينا بالنسبه للانتيريور ريليشنز انه انا في عندي الفاندس اوف ذا جول بلادر، في عندي الرايت لوب اوف ذا ليفر مع الفاندس اوف ذا جول بلادر، برضه في عندنا الترانسفيرس كولون، واخر شيء في عندنا اللي هي الكويلز اوف ذا سمول انتستين. بعدين جينا حكينا عن البوستيريور ريليشنز اللي بيجي في عنا اللي هي الرايت ليفر، عنا الرايت يوريتر رايت، ايش كمان بس هيك. اما بالنسبه للثيرد ريليشن او الثيرد سوري بارت اللي هو نيا الترانسفيرس يلي بيجي بيروح للليفت سايد، انه بنيجي عنا اول شيء من الرايت للليفت بيجي عنا رايت سوس، عنا رايت يوريتر، عنا فينا كافا، عنا ابدومينال ايورتا. عندنا بالنسبة للأمل interior relations بيجي عندنا ال superior mesenteric arteries، برضو حكينا إنه في عندنا شفنا بهذيك الصورة اللي هن ال root of the mesentery of the small intestine صح؟ وبس، وحكينا إنه في عندنا superior اللي بيكون في عندنا ال head of the pancreas. أما بالنسبة لل fourth اللي هو part اللي هو بيكون عندنا ascends على ال to the left side of the abdominal aorta، وبعدين عند the upper border of L2 بيجي عندنا ascends tens interior عشان انتيريلي عشان يرتبط مع الجيجينم يعطينا ديدنم جيجينم فلكشر، وحكينا انه هاي ديدنم جيجينم فلكشر بتكون مرتبطة مع الديافرام عن طريق الليجمنت اوف تيرز رايت. هذا بالنسبة لكل اشي. اما بصح وفينا كمان شغلة اللي هي البلود سبلاي، حكينا انه كلهم بيبدوا بالدودينو بانكرياتيك a branch. هون أنا duodenal pancreatic branch of gastro duodenal artery، أما اللي تحت بتكون فينا إياها duodenal jejunal branch of what of superior mesenteric artery. منطقيا طبعا بما إنه هاي جاي قدامها correlation بال third part اللي هو lower part. بعدين برضو حكينا إنه فينا بالنسبة لل veins إنه برضو تنتين بيكونوا duodenal pancreatic vein، وهون duodenal pancreatic vein هاي بتروح على على البورتال سيركيليشن، اما اللي هي بتكون باللور بارت الفين هاي بتروح بتصب بالديدينو سوري بالسوبيريال مزنتك فين. اما بالنسبه لاخر شيء اللي هو الليمفاتيك درينج، هون عندنا سي شيب سيلياك بالابر بارت، اما باللور بارت بيكون فينا زي هدول بس مزنتك ايش نوت. تمام، سوبيريال مزنتك نوت. هيك بنكون خلصنا كل موضوع الديدنم. هلا نيجي نحكي عن الجيجنم والإيليم. أوكي، أول شيء بدي أبدأ فيه لحظة، لا not this one. أوكي، أول شيء ما نحكي عنه اللي هو إنه في عنا إشي اللي هو الجيجنم والإيليم. أول شيء هدول تنتين أطوالهم تنتين 6 أمتار، هون أنا 2/5 بتكون اللي هي الجيجنم اللي حكينا موجودة بالليفت أبر كوادرنت، أما الموجودة بالرايت لور كوادرنت اللي بتكون الإيليم، وبرضو بتروح على البلفيك كافيتي برضو بتكون 3/5، فنفهم إنه الإيليم أطول من الجيجنم. أوكي، برضو أشياء تانية ناخذ more details عن الجيجنم والإيليم، إنه الجيجنم بتتميز إنه في عندها إيش؟ في عندها الميوكس ممبرين بيكون في عندها numerous circular packed ميوكس ممبرين. هذا بيكون موجود وين؟
طبعا بالجيجنم اكثر من الايليوم. بالايليوم طبعا هاي بنسميها البيوكس ميمبرين بيتيك سيركلاريس، لو رحنا على الايليوم بتكون وايدلي سيبريتد، فبتكون وحتى باللور بارت اوف ذا ايليوم بتكون اوريدي مش موجوده ابسنس. اوكي، اذا شو بيميز الجيجنم؟ البيتيك سيركلاريس عباره عن فولز اوف ذا ميوكس ميمبرين، وحكينا انه شو الفائده منها، انها بتزيد السيرفس اريا. هلا فينا كمان شغله بتميز الجيجنم، يعني انا مثلا لو دكتور ريت بكره جاب لنا هاي الصوره باللاب وسالنا هاي جيجنم او ايليوم، اول شيء بشوف انه بيتيك سيركلاريس هذا اول دليل انه هي جيجنم. طب انا مثلا كيف بدي اتاكد انها جيجنم مش مثلا الابر بارت اوف ذا ايليوم؟ باجي بتفرج على الفات ديبوزيشن، كيف الفات ديبوزيشن موجوده انه هون سكانتيان للانتستينال وول، بينما كل ما نروح باتجاه الميزنتري عم بتزيد الفات ديبوزيشن، فهاي شغله برضه بتميز الجيجنم. هلا طب نيجي نحكي عن الايليوم، اول شيء فين اللي هي البايرز باوتش اللي عبارة عن الليمفويد فوليكل بيكونوا موجودين على الانتي ميزنتريك وول، هاي بتميزها، وغير انه ما عندها بيتيك سيركلاريس، غير هيك طلع الفات ديبوزيشن كيف عنا اياه بكل المكان، بكل مكان بيكون ديستريبيوتد ايكوالي، فهذا برضه شيء بيميز عنا بيخلينا نعرف انه هاي إيليوم. اما بالنسبه لاخر شيء اللي هو البلاد سبلاي لهذا الموضوع، طبعا بيجي عنا كيف لما حكينا عن الثيرد والفورث بارت، الثيرد بارت او اللور بارت اوف ذا ديدنم انه عم بيجي من السوبيريور ميزنتريك فيسل، نفس الشيء هدول اللي هن الجيجنم والايليوم برضه سوبيريور ميزنتريك فيسل. بس نحكي شوي عن موضوع الاناستموسز. عندنا هون الاناستموسز انه بيجي هدول السوبيريور ميزنتريك فيسل عم تيجي تعمل اناستموسز مع بعض، بتعطينا شيء اسمه الاركيد. هذا الاركيد هو هذا الاركيد هو عباره عن نتيجه الانستموسس بتوين السوبيريور ميزنتريك فيسلز. في عندنا هون طلعوا الستريت ارتريز، هذول اللي بيطلعوا عشان يغذوا نفس الوول تبع الجوت. هلا هذا ستريت انا كيف بدي اميز مثلا لو انا الدكتور جاب لي بكره هاي الصوره وطلب مني اميز هاي جيجنم او ايليوم؟ اول شيء هاي الستريت فيسلز طويلة كتير معناها بالجيجنم، لأنه بالجيجنم بيكون لنا بالأبر بارت of the jejunum one arcade، باللور بارت بيكون بيعطينا two arcades. أوكي، فبيكون لنا الستريت مالها طويلة، بينما نيجي نقارنها باللي تحت اللي هي الإيليوم اللي بتكون تقريبا من 3 to 5 arcades، بنلاحظ إنه الستريت arteries مالها عم بيقل طولها، فهي علامة للإيليوم. اوكي، هلا نيجي نحكي طب ايش بصير مثلا لو انه هذا هون هذا نحن ما في عندنا بطل هذا الارتري سكر لاي سبب معين، هون شو بصير فينا هذا الحكي نتيجه له انفاركشن. اوكي، طيب شو بصير مثلا لو صار هون المشكله بالاناستموسز؟ ما بيتاثر لانه في عندنا ريتش اناستموسز بيعوض عن هذا البلوكج رايت هير. اوكي اوكي اما بالنسبه لما نيجي نحكي مثلا عن الليمف نودز، فبرضه نفس الشيء عن طريق السبيريور ميزنتريك نودز. اوكي، اما بالنسبه للنيرف سبلاي فهي عباره عن سمباثيتك باراسمباثيتك اللي هي البلاكسس. اوكي، السمباثيتك بلاكسس. في عندي كمان إشي بس نسيت احكي اللي هو بالنسبه لل انه هاي الكويل بتكون مالها بتكون فريلي موبايل، يعني زي ما حكى السيرجن انه بتقدر انت تيجي تمسك هاي اللفائف وتحطها على رقبتك وتعمل العمليه بعدين ترجع تشيلهم، صح؟ هدول اللفائف بس بيكونوا مرتبطين بالبوستيري ابدومينال وول عن طريق الميزنتري او السمول انتستين. طبعا الججن بتكون مرتبطه بالميزنتري هون بهذا السايت اللي هو بالليفت ابر كوادرنت، اما الايليوم بيكون مرتبطه بالميزنتري تبعتها بالرايت لور كوادرنت اللي بتكون موجوده طبعا بالنسبه للابدومينال ايورتا. اوكي، بس هلا اخر شيء ناخذ هاي الصوره نطبق عليها الحكي اللي هو الاهم اللي حكيناه. اول شيء في عندنا هون مثلا جاب لنا دكتور هاي باللاب بتفرج ستريت ارتريز وان اركيد، خلص ديجنم. كيف بدي اتاكد؟ عن طريق البليك سيركلاريس. طيب كمان ايش بدنا نتاكد؟ مثلا هاي عندنا مور ذان 1 اركيد، هي 1 2 3 الستريت ارتريز اصغر، وفي عندنا هون البايرس باوتش، فبعرف انه هاي عباره عن بارت اوف ذا ايليوم، كروس سكشن اوف ذا ايليوم. تمام،
فإذا هيك ريفيجن بس على السريع، حكينا إنه الجيجنم بتكون أقصر من الإيليوم، حكينا إنه في عنا بيكونوا فريلي موبايل بس بيكونوا بالبوستيريور وول، بيكونوا مرتبطين عن طريق الميزنتري، حكينا إنه في عنا البلاد سبلاي لهم عن طريق السوبيريور ميزنتريك أرتريز، حكينا برضو وطبعا أكيد إنه بالنسبة للفينا سبلاي سوبيريور ميزنتريك فين، انه سوري انه درينج، بعدين بالنسبه لللمف برضه نفس الشيء السوبيريور ميزنتريك نودز. شو كمان حكينا؟ انه في عندنا البليك سيركلاريس عباره عن علامه للجيجنم، اكثر شيء بتكون موجوده فيها بتزيد السيرفس اريا، وهي عباره عن فولز اوف ذا ميوكس ميمبرين. حكينا عن البايرس باتش اللي هي بتكون عباره عن ليمفويد فوليكلز بيكونوا موجودين على الانتي ميزنتريك وول وبتكون موجوده بالايليوم. وبالنسبة للأركيد حكينا إنه عنا إياهم أكتر بالإيليوم، والستريت فيسلز بيكونوا أقصر بالإيليوم. هيك بنكون خلصنا موضوع السمول انتستن، وهلأ الفيديو اللي بعده بنعمل اللارج انتستن.